ضيفتي اليوم أم ومربية وحاصلة على عدة جوائز من الأمم المتحدة. ما كنت أفكر بحياتي أترك سوريا، بس صدف أني تعرفت على زوجي، وزوجي ساكن بالنمسا، هو سوري بس ساكن بالنمسا، وتزوجت وطلعت على النمسا لهذا السبب. هذا أنا بقول لك يعني مع الأسف إنه الإعلام عم بيلعب دور كتير سيء. يعني لاحظ إنه إذا بتصير حادثة بيعملها أي واحد غريب بتضل شهر موجودة بالإعلام، لأنه كانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي متفاهم فيها بين بعض جمعتكم. إيه يعني ونحن جايين من خلفيات متعددة، في ناس تحكي فرنساوي، في ناس تحكي إنجليزي، في ناس تحكي شوية ألماني، فكيف الشيء الرابط اللي كان يربطنا هو اللغة العربية. اللغة العربية. نشتغل أكثر، يعني لازم الواحد يكون إيجابي، لازم يعني نحن ملح الأرض، اللي جينا على الأرض هي نحن لازم نبذل جهد ونفرجيهم إنه نحن ما مخوف. راحت معي مرتين كانت تفوت على غرفة العمليات من 9 الصبح لتسعة المساء. هي نمساوية؟ نمساوية، هي أشهر طبيبة بعلاج حروق الدرجة الثالثة. عندك كتابين والله جاهزي لتنظري الثالث. ما من حقي، انت اصلا هربت من هنيك لانه ما بدك انه حدا يقودك، انت بدك تكون حر وتختار طريقك.